مجمع الخطوط التونسية اللي كان في 2014 في حوالي 8400 اليوم راهو نحكيه أقل من 6000. الخطوط التونسية وحدها نحكيه على 2850. فهمتي البرنامج متاعنا أنه على كل طيارة مش يكونوا ما بين 120 و130 معناتها فهمتي موظف اللي هما بلوز موا لي نورم انترناسيونال للشركات مش لوكوست، للشركات التقليدية كما الخطوط التونسية. احنا قاعدين نزيدوا نشجعوا في اللي يحبوا يخرجوا في الروتريت اونتيسيبي. دونك واذا كان فهمتي مقدمين ديما في البرنامج نتاعنا لاسينيسمون سوسيال اللي مش باش يكون بنفس الحجم اللي كان عليه قبل، باش يكون اقل طبعا، باش يكون اقل لانه اونتر تون خرجت يعني فهمتي اكيد فما فئه معينه ممكن نزيدوا نخرجوها لانه في البلان دو ريستركتوراسيون زاده في نطاق تحسين الخدمات عندنا فولي كبير اسمه لا ديجيتاليزاسيون لتحسين الخدمات للمسافر سكون ابل ليكسبيريونس كليون. العالم كلهم شاروا لو ديجيتال، احنا فهمتي خطينا اشواط كبيره. السيت ويب نتاعنا معناتها اللي لانسيناه صافي عام من احسن ما ثم موجود. يعني وعملنا معناتها في ليزابليكاسيون موبيل، دخلنا معناتها فهمتي لو سيستيم دو بايمون دخلنا فيه سيت ديفيز وهذايا بالشراكه مع لا بوست اللي نشكرها فهمتي العمل الكبير اللي خدموه اللي قاعدين يخدموا عليه. دونك قاعدين نحسنوا في الخدمات بالديجيتال باش يزيد يعطينا فرصه انه ممكن نخفوا من اون كاتيجوري معينه من عملاء اللي ما عادش تتماشى مع ومع التوجه الى مسيره التغيرات التكنولوجيه. الاكيد